شاهدوا ما فعلته العروس المغصوبة على زواجها ليلة زفافها، فضحت المستور والعريس يرد: اتخرب بيتي. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعروسة في ليلة خطبتها وهي تقف منتظرة العريس داخل إحدى صالونات التجميل في كفر الدوار لتصوير الفيرست لوك كعادة كل عروس، وظهرت على العروس حالة من الغضب والحزن مما دفع البعض لإطلاق اسم العروس المغصوبة، حيث تفاعل المتابعون مع الفيديو والصور المنتشرة بطريقة كبيرة، فعلق البعض بأنها مغصوبة على الجوازة ولا تريد إتمام هذه الخطوبة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للميك أب أرتست التي قامت بتزيين العروس في كفر الدوار. العروسة شكلها ما كانتش عايزة العريس، هي ما قالتش حاجة، بس ده واضح من ملامحها. العروسة يعني هو سبب تافه جدا، هي زعلت منه. من ناحية أخرى علق محمد الملاوي عريس كفر الدوار قائلا إنه لم يتوقع أن يتم تداول الفيديو بهذه الطريقة السريعة وتحقيق كل هذه المشاهدات، مشيرا إلى أن من قامت بنشر الفيديو هي الميك أب أرتست، مؤكدا أنه عقب انتشار الفيديو بهذه الطريقة طلب من الميك أب أرتست حذفه. كما أكد العريس أن الخطبة تمت وسط أهالي العروسين في إحدى القاعات بمدينة كفر الدوار وسط فرحة كبيرة بينه وبين العروس، ولا يوجد أي مشكلة بينهما، مشيرا إلى أن التعليقات السلبية هي التي أحزنته. وبدورها علقت العروس المصرية المعروفة إعلاميا بالعروسة المغصوبة على الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجها دون رغبتها بعد ظهورها غاضبة من العريس داخل الكوافير، وقالت العروس إنها سعيدة بعريسها وتحبه ولم يغصبها أحد على الارتباط به، مشيرة إلى أنها غضبت من عريسها عندما شاهدته داخل الكوافير لأنه لم يرتدي بدلة ولم يحضر لها بوكي ورد. لا انا كنت زعلانه عشان انا كنت قايله يجيب بدله ويجيب لي بوكي ورد وهو ما جابش حاجه من الاثنين، كان جايب هدوم عاديه. واضافت: ما حدث خلاف عادي وأنا بحبه، لافتة إلى أنه بعد عودتهما إلى منزل أسرتها احتفلا مع المعازيم بالخطوبة. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لفتاة ترتدي فستان خطوبة وتقف منتظرة عريسها داخل الكوافير بمدينة كفر الدوار بالبحيرة، وعندما اقترب منها خطيبها محاولا تقبيل يدها كانت تبعده عنها بسرعة، ما فسره البعض بأن الفتاة مغصوبة على الجوازة. العادي أي، لكن أنت عايزاه وبتحبيه. أيوة بحبه وعايزاه. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.